طيب كابتن محمود معانا على التليفون واحد من اهم المعلقين واشهر المعلقين اللي بيمتعنا بتعليقاته وبنستفيد، ودايما لما بيكون بيعلق على اي مباراه بنختار القناه الصوتيه اللي بيعلق عليها، الكابتن رؤوف خليف. كابتن رؤوف برحب بحضرتك. مساء الخير كابتن عمر، وتحيه للكابتن محمود ولكل من يتابعونا. بتمتعنا دايما يا كابتن خليف. منور يا كابتن رؤوف، ودايما يعني سلامنا لحضرتك وللاشقاء التوانسه. وطبعا ما ينفعش يبقى موجود معايا كابتن رؤوف خليف وما اسالوش على بطولة كأس العالم ورأيه بشكل عام في البطولة. والله قبل كل شيء طبعا يسعدني ان ارافقكم في هذه الاسئلة. بالنسبة لكأس العالم ونحن في قلب الحدث، اكيد يعني ربما انا اعطيت عنوان بارز، قلت انه تبدو ان هذه النهائيات بدون كبير، يعني منتخب يكون فوق العادة مرشح للفوز باللقب العالمي، وقد تشهد النسخة يعني ميلاد منتخب جديد يفوز بالنسخة 21. الكبار اللي هم معتادين بالفوز بالألقاب، يعني أقصد الأرجنتين، إسبانيا، ألمانيا، البرازيل، يعني رحلت بسرعة، والآن سندخل غمار دور نصف النهائي. بطولة متقلبة، يعني طغى عليها الدفاع أكثر من الهجوم. لم نشاهد حتى النجوم الكبار كالعادة، ميسي، رونالدو بدرجة أقل كذلك، ربما الآن إيدن هازارد يأخذ في النجومية قبل الكل، لكن نيمار خرج كذلك من الباب الصغير. بطولة حقيقة متقلبة إلى أقصى درجات. رأي حضرتك في أداء منتخب مصر في بطولة كأس العالم بعد إخفاقه في تحقيق أي فوز، لكن منتخب مصر عاد بعد 28 سنة لبطولة كأس العالم، تجربة مش وحشة لكن أداء مخيب. رأي حضرتك في أداء منتخب مصر مع مستر هيكتور كوبر؟ لا للأمانة يعني كنا ننتظر أفضل بكثير مما قدمه منتخب مصر قياسا بالتصفيات أولا، ثانيا يعني بحضور محمد صلاح، ثالثا أنه هيكتور كوبر يعني مفروض عنده خبرة عالمية على مستوى الطريقة الدفاعية، ونحن نعرف أنه صحيح يعني النحس رفق كوبر في النهائيات الأوروبية لما كان يدرب في نادي فالنسيا، مدرب معروف أنه لا يفوز بالنهائيات، لكن كنا نتمنى أن نشاهد نسخة مصرية في هذه الكأس العالمية أفضل مما شاهدناه خاصة على المستوى الدفاعي. شفنا الرغبة موجودة لكن التطبيق فوق الملعب كان مفقود، وأنا كنت أتمنى أنه منتخب مصر ما يكون يعني سجين حضور محمد صلاح، أم لا كل الشغل على محمد صلاح، كل صحيح أنه لاعب عالمي ولاعب يقدر يفوز على أي منتخب، لكن كنا نعتقد أنه حتى في غياب محمد صلاح تكون النسخة الهجومية لمنتخب مصر. يبدو أنه على حسب نظريتي المتواضعة المدرب لم يجهز من الأول يعني البلان أولا، بلان ثانيا أو بلان ثالثا في حالة عدم حضور صلاح، في حالة إقصائه، في حالة إصابته، كيف يكون الأداء الجماعي للفريق. هذه ربما النقطة التي خلتنا يعني نوعا ما مستائين من أداء منتخب مصر اللي كنا نتمنى أنه يرتقي أكثر مما كان موجود في المونديال. كابتن رؤوف، رأيك في أداء المنتخب التونسي، أيضا في أداء المنتخب المغربي والمنتخب السعودي، بشكل عام المنتخبات العربية يمكن من أسوأ المشاركات اللي شاركت فيها المنتخبات العربية وحتى الأفريقية، كله خرج من الدور الأول. طبعا أشارك الرأي على طول كابتن عمر، المنتخبات العربية خرجت أول، حتى الأمانة كنت صرحت قبل بداية المونديال قلت ليس هنالك منتخب عربي قادر على المرور إلى الدور الثاني مع احترامي للمشاعر العربية. الكرة الآن أصبحت حسابات وواقع وليست مشاعر وليست يعني حنين وتمنيات وأحلام. المنتخب بالنسبة لي المنتخب المغربي أقل المنتخبات سوء يعني العربية، تقدم مباريات قوية، أنا شخصيا علقت يعني مباراة إيران ظلم فيها يعني ظلما وبهتانا لانه اكتوى بالنيران الصديقه للمهاجم بودابوس في شباك حارسه. مباراه اسبانيا الكل تابع كيف المغرب اخذ مرتين الاسبقيه، كان افضل من منتخب اسبانيا بشهاده رونالدو، قالوا انه واجه اسبانيا وواجه المغرب والمغرب كان اقوى من اسبانيا. المنتخب المغربي ربما استثناء لم تتبعه النتائج، لكن على مستوى الاداء جماعية وفردية كان أفضل منتخب عربي. السعودية طبعا خرجت من الباب الصغير من أول مباراة ضد روسيا بخمسة أهداف، تداركت نسبيا يعني الأوضاع في الجولة الثالثة أمام منتخب مصر. منتخب تونس كذلك خسارة يعني مذلة ضد بلجيكا، يعني أسرعت بإدخال البلبلة في صفوف المنتخب، أقصي منذ المباراة الثانية. مباراة بنما بالنسبة لي ليست مرجع، انتصار يعني الانتصار معنوي لأن بنما منتخب متواضع جدا جدا،
واي منتخب عربي اخر غير تونس كذلك يقدر يفوز على بنما بسهوله، وبالتالي كذلك مشاركه مخيبه للامان من جانب تونس بعيده كل البعد عن واقع الاحلام التونسيه اللي عاشوها الكل. وبالتالي اقول للامانه عنوان المنتخبات العربيه للنسيان هذا المونديال والبناء على الجديد والقادم يكون احسن بالتخطيط السليم وبالتدريب وبالتدبير الافضل. يعني نروح للسيمي فاينل ومباراتين قمه في القوه والاثاره، مباراه كرواتيا وانجلترا وايضا فرنسا وبلجيكا. عايز اعرف راي حضرتك في مباراه انا شايفها قويه جدا ويمكن نهائي مبكر ما بين فرنسا وبلجيكا، هل حضرتك شايف ان مين من المنتخبين اللي عنده الامكانيات اللي تقدر تؤهله للمباراه النهائيه؟ في الاول مباراه فرنسا وبلجيكا وبعد كده مباراه كرواتيا وانجلترا. نعم، بالنسبه لفرنسا وبلجيكا انا علقت على المنتخبين، يعني اقدر اقول لك ان المنتخب الفرنسي الى حد هذه اللحظه لم يقنع مثل ما كان منتظر، يعني المنتخب يفوز صحيح، هنالك حضور قوي دفاعيا حضور تكتيكيا، لكن جماليا المنتخب الفرنسي بعيد عن الاقناع. ربما مباراه النصف النهائي هذه سوف تكشف لنا بعض العيوب من الاداء الفرنسي. المنتخب البلجيكي انا اقول لك كابتن عمر مباراه اليابان هي التي غيرت كل حسابات الاطار الفني للمنتخب البلجيكي. روبرتو مارتينيز شاف انه عوده المنتخب البلجيكي في المباراه ضد اليابان وفاز باللقاء غيرت النهج التكتيكي، انتقل من النظام الدفاعي بثلاثة إلى أربعة، ولم يكن مدرب متعنت، كان مرن في التعامل، وجاءت النتائج بسرعة وتمكن من الإقناع في الدور الربع النهائي. أقول أنا للأمانة أنك تخرج البرازيل بتلك الطريقة أنت منتخب الآن مرشح الفوز باللقب. مباراة بلجيكا فرنسا هي مباراة أجوار، يعني المنتخبين يعرفان بعضهم البعض. أنا شخصيا أتوقع أن البلجيكيين أقرب للمرور إلى الدور النهائي بحكم ارتفاع نسق وأداء المنتخب، بحكم حضور تيري أوري اللي هو طبعا أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي كمدرب مساعد لروبرتو مارتينيز، وعنده تقريبا كل خفايا وجزئيات المنتخب الفرنسي في مساعدة الإطار الفني. كذلك قوة اللاعبين في المنتخب البلجيكي، يعني أنا تقريبا أسمي لك أنت على فكرة كابتن عمر دكة احتياط المنتخب البلجيكي هي الأغلى عالميا على مستوى بورصة القيمة السوقية المالية، 491 مليون يورو متواجدين على دكة احتياط المنتخب البلجيكي. مزبوط. يعني دكة احتياط قادرة أن تكون تشكيلة أساسية في المنتخب البلجيكي. مزبوط. صعب جدا أنا أشوف أنه فرنسا تمر أمام بلجيكا في هذه الظروف. بالنسبة للمباراة الثانية مباراة إنجلترا وكرواتيا، الذي أبهرنا في المنتخب الإنجليزي القوة الدفاعية التي استمدها جاريث ساوثغيت من خلال تعامله بطريقة بيب غوارديولا بنفس النهج التكتيكي، استفاد من حضور المدرب الإسباني في مانشستر سيتي، هي تقريبا نسخة كربونية أداء المنتخب الإنجليزي كأداء مانشستر سيتي، وأداء يرتفع من مباراة إلى أخرى. اليوم المنتخب الإنجليزي أصبح قادر أن يفوز بكأس العالم بهذا الجيل الرائع اللي يقوده أقوى مهاجم في العالم حاليا هو هاري كين، يعني بورصة رهيبة الآن تقدر ب 250 مليون أورو كأغلى لاعب ممكن يكون في تاريخ الكرة العالمية. أنا أرشح المنتخب الإنجليزي أمام المنتخب الكرواتي، وأرشح نهائي بلجيكا إنجلترا. طيب يا كابتن رؤوف، لو إنجلترا وبلجيكا تتوقع مين؟ هل الحماس والقوة والإثارة لمنتخب إنجلترا، ولا حضرتك شايف اللعيبة اللي موجودة في بلجيكا لعيبة على أعلى مستوى مع قيادة فنية أسبانية فرنسية، شايف مين ممكن يفوز؟ على فكرة يعني 9 لاعبين من التشكيلة البلجيكية يتواجدون في البريمير ليج في الدوري الانجليزي، وبالتالي يعني الكل يعرف الكل في هذا الظرف. انا شخصيا يعني اشوف انه المنتخب الانجليزي هو الاقرب للفوز بالكاس العالميه، نظرا لقوه الدفاع، عنده حارس ممتاز جدا، عنده مدرب ذكي وشاب وطموح، عنده اقوى مهاجم حاليا يعتبر في هذا المونديال، والدليل انه افضل هداف بست اهداف هاري كين. اتوقع انه المنتخب الانجليزي سيكون هو صاحب الكاس العالميه. حضرتك هتعلق على أي مباراة؟ والله وأنا بحكي معك يا كابتن عمر ما زال لم يصلنا جدول العمل بالنسبة للأدوار النهائية والنهائي. إن شاء الله يا كابتن. أنا للأمانة يعني الآن يعني نصف نهائي فرنسا بلجيكا وكذلك كرواتيا وإنجلترا بمثابة نهائي قبل الأوان، يعني أيا كانت المباراة سوف نستمتع بإذن الله. إن شاء الله يا كابتن رؤوف نستمتع بحضرتك، وفعلا شرفتني ونورتني على قناة الأهلي، ودايما تكون موجود معانا، تمتعنا بأرائك الفنية، واحد من المعلقين المميزين في الوطن العربي، وإحنا كمصريين
يعني متعلقين بيه بشكل كبير جدا. كابتن رؤوف خليف بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في المونديال على قناة الأهلي. كابتن